السلام عليكم. بسم الله، في هذا الفيديو حنتكلم عن لاب 7. لاب 7 عن الميموري مانجمنت. تحتاج تنزل اللاب شيت من الموقع، وتحتاج برضه تنزل السيموليترز. السيموليترز عبارة عن ملفين بايثون، هذه هي ملفين بايثون. الملف الأول، قبل ما نخش في الملفات، أول شيء خلينا نشوف إيش الفكرة. الفكرة إنه الأوبريتنج سيستم، أي أوبريتنج سيستم حديث، ما بيستخدم الميموري كما هي. فلنفرض إنه هذا الهاردوير اللي عندك، فالهاردوير بيشكري فيه له سي بي يو و ميموري. فالأوبريتنج سيستم ايش بيروح يسوي؟ لكل برنامج يروح يعمل حاجة اسمها الادرس سبيس. الادرس سبيس هذا عبارة عن جزء من الميموري يخزن فيه تيبلز. اوكي، التيبلز هذه فيها ادريسز، بيجز. اوكي، الادريسز والبيجز هذه مابت الى جزء من الميموري. اوكي، بحيث انه كل برنامج بينعمل له ادرس سبيس، وهذا الادرس سبيس ممكن يستخدم نفس الجزء من الميموري، من الهاردوير ميموري. ايش التريد اوف او ايش الكاتش؟ الكاتش انه في جزء مثبت من الميموري، جزء من الميموري هذا بيخزن فيه الاوبريتنج سيستم كل الادرس تيبلز حقة البرامج اللي يشغلها. فهذا الجزء من الميموري حجمه بيكبر كل ما كبر الادرس سبيس. فالادرس سبيس حق البرامج الكبيرة حياخد تيبلز سبيس اكبر في الميموري. اوكي، هذه الفكرة الاساسية. تعال الان نجي على الملفات. الملف الأول، السيموليتور الأول اللي هو هذا هنا. الآن نشغله بالبايثون، طبعا بايثون 2.7. فنقول بايثون بيج ترانس وهلب. هذه الأوبشنز اللي ممكن تستخدمها مع هذا السيموليتور. فممكن تستخدم ادريسز، انت تعطيه الادريسز او تتركها ديفولت، هيعمل لها جنريت راندوم. هيستخدم السيد في هذه الحالة عشان يعمل راندوم سيد، راندوم نمبرز. هتدخل برضه الادرس سبيس سايز، قلنا شو الادرس سبيس سايز، والريل ميموري سايز عشان يعمل لها سيموليشن، والبيج سايز. اوكي، فالبيج سايز داخل الادرس سبيس. وممكن كمان تدخل ال فيرتشوال ادريسز، عدد الفيرتشوال ادريسز، وباي ديفولت هو حيستخدم 5 ادريسز، حيطلع له 5 فيرتشوال ادريسز. اليوزج برسنتج اوف فيرتشوال ادريسز باي ديفولت 50%. وعندك الفيربوز وكالكوليت او كومبيوت الانسرز. خلينا ناخذ المثال اللي موجود في الشيت عشان نحله. المثال اللي موجود عندك في الشيت بيقول بايثون بيج الادرس سبيس 16 كيلو بايت،
وال ريل ميموري 64 كيلو بايت، ومعطير راندوم سيد 110. فال سيموليتر طلع لك هذه المعلومات، فخلينا نكتب الادرس سبيس هنا في ال... نقول الادرس سبيس سايز هتساوي 16 كيلو بايت. طبعا من الديجيتال انت تعرف انه الكيلو بايت، الكيلو بايت بتساوي 10، عفوا 2 to the power 10. الميجا بايت بتساوي كم؟ 20. الجيجا بايت بتساوي كم؟ 30. والتيرا بايت بتساوي 2 to the power 40. والبيتا بايت بتساوي 2 to the power 50. فالكيلو بايت عندنا 10 و16، 4 يعني 2 to the power 14. اوكي، اذا 2 to the power 14 الادرس سبيس سايز. بعدين البيج سايز كمان نكتب البيج سايز، لانه هذا بالفيرتشوال ميموري. البيج سايز بيساوي 4 كيلو بايت، اذا بتساوي 4 كيلو بايت بيساوي 2 to the power 12. طيب الان عندك الادرس سبيس سايز 14، كل الادرس 14 بت، وال page size 12 bits. عدد ال bits حقت ال page size تسمى offset. أو displacement. Okay. D. فإما offset أو displacement. والأدرس كله 14. طيب بعدين من النتائج اللي معطيك هي كمان قال لك البيج تيبل، هذا هو اللي يتم تخزينه في الميموري وياخد مساحة. يعني لما تذكر هنا قلت لك يخزن في الميموري، هذا هو البيج تيبل اللي يخزن في الميموري وياخد مساحة كل ما كبر البرنامج. طيب البيج تيبل هذا فيه حاجة اسمها البيج نمبر. البيج نمبر هذه اما انها تكون valid او غير valid، invalid. ايش اللي بيحدد؟ قال لك هنا الليفت موست بت. فالليفت موست بت هنا عندك هيكسا ديسيمال 8 لازم تحولها الى باينري. فهيكسا ديسيمال 8 بالباينري 1000، اذا 1، اذا هذا الرقم او هذا البيج valid. اوكي فنسجلها هنا ونقول البيج تيبل البيج تيبل عندنا 0 بما انها valid،
حيكون عندنا الجزء الأخير. قال لك الجزء الأخير حيكون هو ال PFN، إذا هذا الجزء حيكون ال PFN، فحنسجل هنا ال PFN هتساوي 0x6 حسب ما هو موجود هنا. طبعا ال page 1 نفس الفكرة 0x8 هنسجلها valid، ال PFN هتساوي 0x3، عادي 0x3. اوكي طيب ال page 2 0، ال left most bit 0 0 invalid not valid. اوكي 3 0 left most bit 0 not valid. اذا نسجل هنا 2 و 3 both in valid pages. اوكي فعندنا فقط هذه ال pages 01 هنستخدمها عشان نطلع ال real addresses. طيب ايش الاشياء اللي كمان اعطاك؟ هي اعطاك ال virtual addresses. هذه ال virtual addresses، ال virtual addresses إذا كان الـ virtual address هذا valid أنت مطالب أنك تجيب الـ real address، إذا كان invalid حتكتب invalid. فتعال نشوف الـ virtual address هذا هل هو valid أو invalid. فخلينا نكتب الـ virtual address 0 0x، نكتبها كلها أحسن، 1 2 3 4 2 2 b 0. اوكي بعدين الثاني نقول 0x5 1 2 3 4 5 4 cc، الثاني 4 0x 1 2 3 4 1 a a b، بعدين 0x 1 2 3 4 1 4 3 a، بعدين 0x 1 2 3 4 5 2 9 0. اوكي طيب تعال نيجي للأول نحله. في قاعدة تقول الـ virtual address بيساوي الـ virtual page number بالإضافة إلى الـ offset أو الـ displacement. طيب أنت أخذت هنا إنه الـ address space أو الـ virtual address 14 bit. أوكي أخذت إنه الـ virtual address 14 bit والـ displacement 12 bit. ف عندك هنا 14 bit اوف فورتين بت لا احمر هذه 14
what displacement 12. اوكي هذا الـ virtual address الآن هنطبق عليه نفس الكلام، نحتاج منه 14 بت بما انه hexadecimal هيتحول الى binary، الرقم الواحد بأربعة بتس فهيصير 4 8 16 و 12 و16، فهذه هي اللي حتتحول وهذه حتبقى ثابتة. إذا كباينري يصير 0B وهذه ثابتة ما حنمسكها، هنحول هذه 2 0010 الثانية 0010، بعد كده البي هي عبارة عن 11 بالديسيمال بالباينري، هذه البي بالديسيمال 11 بالباينري 1010، فنيجي هنا 1011 بعدين الزيروز 1 2 3 4، ناخد 16 بت اللي هي الفيرشوال ادرس، وبعدين ناخد الديسبليسمنت، هذه الاخضر الديسبليسمنت يصير يتبقى لنا الفي بي ان، هذه الفي بي ان الفيرشوال بيج نمبر هتساوي 0B10 بالديسيمال كم حتطلع؟ 2. نرجع هنا البيج نمبر 2 invalid، اذا الفي اي invalid خلاص. الثاني نفس الكلام هنحوله الى باينري، ناخد 4 والبقية حتتثبت 0B01234 40100، السي هتكون 12 فيكون 1100، السي ثانية 1100، بعدين حناخد 14 هذه 14 وبعدين هذه 12، اوكي ويصير يتبقى لنا الفي بي ان، فالفي بي ان الان تساوي 0B00 بالديسيمال 0. لو نرجع للجدول 0 valid والبي اف ان حقتها 0x6، فالآن هنكتب ال PFN ال PFN هتساوي ايش؟ هتساوي 0x6، إذا ال real memory أو ال real address هيساوي ال PFN shifted اللي هو 0x6000 بالإضافة إلى ال displacement اللي هي هذه اللي هي 0x، هذه سي هذه سي هذه 4 4cc، إذا الريل أدرس 0x64cc. طيب تعال نقارنها قبل ما نروح للي بعدها، نقارنها بالحل
الموجود هنا. الأولى invalid والثانية هذه هي 0x464cc. ممتاز، نحل اللي بعدها. هنقول ناخذ هذه الأربعة ثابتة، 0b حيكون 0001 1010 1010 1011. هناخد 14 و12، بعدين ال VPN، ال VPN هتساوي 0B 01 1، ال PFN هتساوي 0X كم 3 1، فهيكون 0x3. الريل ادرس هيساوي شيفتد 0x3000 اورد مع الديسبليسمنت اللي هي 0xAAB هيساوي 0x3AAB. اللي بعدها هناخد 4 هتتثبت 0B 0001 0100011، عفوا هذه 1 هذه 4، فهذه 11 بعدين 1010. هناخد 14 هناخد 12، يتبقى ال PFN ال VPN هتساوي 0B 01 هتساوي 1، ال PFN هتساوي 0X زي ما شفنا قبل شوية 3، ال real address هيساوي 0x3000 ord with ال displacement اللي هي 0x43A. الريل ادرس 0x343A. اوكي، بعد كده اخر واحدة هذه تتثبت 0B 1 2 3 4 0010 بعدين 1001 0000. هناخد 14 هناخد 12، يبقى هذه ال VPN هتساوي 0B00 هتساوي 0، ال PFN هتساوي 0X6، ال real address هيساوي 0X6000 plus ال displacement اللي هي 0x290، الريل ادرس 0x6290. اوكي، اذا كده حلينا المسألة كاملة. تعال نشوف السيموليتر الثاني اللي هو البيج تيبل سايز. البيج تيبل سايز نجيبه هنا، نقول بايثون بيج تيبل سايز، ممكن تدخل له الفيرشوال ادرس زي ما شفنا قبل شويه، وتدخل له البيج انتري والبيج سايز. البيج انتري هو كل ادرس هيتخزن فيه البيج، كيف؟ فكل ادرس يتخزن في البيج هتضربها في عدد البيجز، وعدد البيجز هيطلع لك ال virtual table size، فحجم التيبل اللي هيتاخد هيتخزن في الميموري. ف
فتعال ناخذ المسألة اللي موجودة هنا، هذه هي المسألة. المسألة تقول ايش؟ بايثون page table size الفيرشوال ادرس 38 بت والبيج سايز 4 كيلو بايت والانتري سايز 4 بايت. طيب تعال ناخذ المثال هنا ونقول لما يقول لك الفيرشوال ادريسز بتساوي 2 أس 38 بت، وهذه تطلع بالبايت. اوكي، ويقول لك كمان البيج تيبل سايز بيساوي 4 كيلو بايت، بيساوي 2 أس 12، شفناها قبل شوية. اثنين أس 12 بايت. ويقول لك كمان البيج انتري بيج تيبل انتري بيساوي 4 بايت. انت عندك اشياء واشياء مفقودة. فعندك البيتس للفيرشوال ادرس، وانت تعرف القانون اللي يقول الفيرشوال ادرس يساوي الفي بي ان مع الديسبليسمنت، والبيج تيبل سايز هذه اعطتك الديسبليسمنت، البيتس حقتها اعطتك الديسبليسمنت. فاذا عندك هذا ككل 38، وعندك هذا 12، إذا تبقى هذا. إذا ال VPN حتساوي ال VPN تساوي 38 ناقصا 12 حتساوي 26 بت. اوكي، طيب اذا 26 بت عدد الادريسز كم؟ فهنقول هنا number of virtual addresses يساوي 2 أس 26، هيساوي كم؟ تيجي بالآلة الحاسبة تقول له ديسيمال 2 أس 26 هيساوي الرقم هذا 6 7 108 8 6 4. طيب عدد البيجز او عدد الفيرشوال ادريسز مضروب في البيج في الانتريز، كم انتري حيكون، كم حجم الانتري اللي هو البي تي اي البيج تيبل انتري، هيساوي 4 بايت، هيعطيني حجم الفيرشوال ميموري. كيش فنقول ال بيج تيبل سايز ايكوال
number of VA زائد عفوا مو زائد ضرب PTE حيساوي هذا الرقم ضرب 4 حيساوي نضربه في 4 حيساوي 2 6 8 4 3 5 4 5 6 بايت. تبغى بالكيلو بايت اقسم على 1024 حيطلع لك 262,144 كيلو بايت. تبغى بالميجا بايت اقسمه كمان على 1024 حيطلع لك بالميجا بايت 256 ميجا بايت. اوكي، وبكده نكون حلينا المثال الثاني. هذا هو 256 ميجا بايت. طيب، كده نكون خلصنا اللاب. بالنسبة للتمارين إن شاء الله هرسلها على الإيميل.